وسهلا الناس يتابعوا فينا الكل على راديو ميد. فرحانين برشا انه نكونوا معاكم ونرافقوكم طيلة رمضان الايام الكل من واحد رمضان واحنا مكملين معاكم، واليوم 22 رمضان ما عدنا مازال. ان شاء الله يا ربي يرجع بالصحه والعافيه على الجميع في عوده على الاعمال الرمضانيه. حكينا برشا الاسبوع الفارط واللي قبله زاده على مسلسل حبل ملوك اللي يتبث على قناه النهار الجزائريه وعلى قناه حنبع التونسيه، ومن اخراج عمل من اخراج نصر الدين السهيلي المخرج التونسي اللي اليوم عمل نقله نوعيه في الدراما الجزائريه. موجود سناب بحبل الملوك مشاركين فيه برشا نجوم التوانسه اللي نحبوهم، وفما البعض منهم اللي شفناه بصوره اخرى ما شفناهاش قبل، منهم الممثله التونسيه نحبوها برشا الممثله القديره نجوى ميلاد. صحه شريبتك، مرحبا. عسلامة لله، صحة شريفتك ومرحبا بيك ومستمعي راديو ميد الكل. يعيشك مدام نجوى، مرحبا بيك، فرحانين برشا بمواصفحتك الليلة. وكما قلت فما دور حسيناه وكأنه مغاير في حبل ملوك، ساعة مبروك النجاح اللي في حبل ملوك. يعيشك والله، هو نجح يمكن على خاطر لما العائلة التونسية بامتياز، معناها هو مسلسل عائلي. صار احنا في 2022 ولينا نحكيو على مسلسل عائلي ومسلسل مش عائلي. مش عائلي. في دماج ما كها، وذيك الظروف شحبت، وذيك بعض القنوات الخاصة شحبت، وكهو دونك المنافسة والإهان على التميز والمش والرداءة، دونك فما من كل شيء السنة شفنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صنفت حبل ملوك على أنه مسلسل عائلي السنة، فما مسلسلات ماهيش عائلية ممكن تابعتها في متابعة منك؟ ما عنديش مسلسل عائلي مسلسل مش عائلي. أنا عندي كيفاش تطرح، طريقة الطرح كيفاش تطرح في الكتيبة، بيان سور تبدأ من الكتيبة. أنا عندي مشكلة مع الكتيبة في المسلسلات الأخرى. مسلسلات بديت محلاها محترمة وبعد أن سارتان مومون لين تتعب. أنا البارح من غير ما نشعر حليت فيسبوكي وكتبت ستاتيو وحده خرج، منتقد كيما انتقد في داري. معناها البارح وتبارح صاروا لي معناها دو زيتادام خايبين وأنا نتفرج في مسلسل براءة. دونك طريقة الكتابة هي اللي ما هيش باش توصل، خاطر تبدا بالكتابة. دونك خاطر في مخك ما فماش طريقة طرح، ما عندكش طرح المشكل والمضاد، معناها ما عندكش حل إلا ما عندكش اللونتي سانتيز اللي أنت تطرحها. هذاك علاش المسلسل براءة كان ياسر قاسي على المتفرج التونسي. هنا معناها وكأنه ماذا بيه معناها فما وقت معين لازم يتبث فيه، وإلا ماهوش رمضان وإلا كيفاش؟ لا أنا ما عنديش مشكلة مع رمضان، بالنسبة لي شهر كيلو شهر الكل. اللي زيت في رمضان أنه العائلة تتلم في توقيت معين، طيب تتلم ربع ساعة مع التكنولوجيا، من بعد كل واحد يسرح يخرج ويقعد في بيوتهم يشدوا التكنولوجي واليوتيوب وخلافه. أنا عندي مشكلة كما قلت لك مع مش أخلاقوية الحكاية نحكي فيها. نحكي فيها في 2022 عندنا برشا حكايات أخرى تحكي، وإذا قررنا باش نحكيو الحكايات هذيك نحكيو على بز ومعنيه. اسكتوا مرحبا، ما تقدوش ما تعملوش، مش لازم. اللي قارني انه احنا ما نقدوش ما نقدوش الكتيبه، ما عندناش ناس مختصر، خاطر انت تكتب وانت تخرج وانت مدير تصوير وانت كل شيء. دونك سيتو وانت تمنتي وانت تعمل اون بوتا فيغ ان ترافاي تو سول، ما نجمش نخدموا وحدنا في الدنيا. دونك الاحاديه ما توصل كين للنتيجه اللي يوصل لها المسلسل هذاك. فوالا معناها هنا كاينه سامي ما يقدش الكتيبه. اي ما يكتبش بالسيف، واثبت من ولاد مفيده وانت جاي مش من مكتوب. بالتالي ما يكتبش، يلزمو يتملي وما يكتبش وما يخرجش، يلزمو يملي وما يخرجش. زايده ينجم يكون منتج ممتاز، ينجم يكون اداري ممتاز، ينجم يكون صاحب قناه سوا ديزون ناجحه بين قوسين، اما ما خطيك الحق. يلزمو يفهم هذا انه خطيه الاخراج والابداع، خطيه انك تكون فنان وتخرج لمرأة تونسية بالطريقة ديك، وأن يكون موقفك من المرأة اللي أنت عندك أم وعندك بنت وعندك زوجة وعندك أخت وعندك زميلات يخدموا معاك. بالحق كان قاسي ياسر. أنا البارح قلت لك بالحق ماذا بيا كلامي يوصل له، بالحق حرام، معناها عيب اللي صار، عيب البارح في براءة، عيب. والطفولة انتهكت، والمرأة انتهكت، والرجل انتهك، والمبادئ انتهكت، وكل شيء انتهكت. علاش خاطر يكتب وحده؟ فوتو إلى بيان دماغي، مش مليح في الخمسة الحلقات الأولى. لولانية
خاطر ما تنجمش تعمل قصاي وحده كيف با ليه سامحني. معناها نفهم منك انه لو كان تجي اي تعامل معاه باش ترفضه من الاول من غير حتى ما تقرا السيناريو ولا تشوف شنو كتب. لا 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 علاش نرفض انا بلا ما نناقش انا باهته في زملائي الفنانين كيفاش ما نناقشوهوش يمكن حتى تعرف علاش ما نجمش نلوم عليهم باهته ما نلومش تعرف علاش ما نلومش عليهم خاطر ما عندناش صناعه خاطر احنا كي جينا مسلسل في رمضان نفرحوا به باش نخلصوا باش نجموا نعيشوا بقيه العام خاطر المسرح بالنسبه للناس اللي تعمل في المسرح كيفي انا اللي في خيلان اللي ما عندهمش معناها بالنسبه ليهم رمضان فرصه باش يخدموا على الفلوس ما على حتى لا على الدولة لا حلمة سي بابري عندنا فنانين نحلموا ولا عندنا فنانين نبدعوا عندنا دور يجينا نخدموا باش نزبروا شويه فلوس نصرفوا فيها نعيشوا بها 6-7 شهور قدام. واضح به هنا انت جبت على واحنا المنطلق نتاعنا كان مسلسل العائلي وغيره هذا حسب الناس شنو تقولوا حسب التصنيفات ممكن نتاع البعض مش نتاع الناس الكل زاده. هنا فما كانت سنسره في مسلسل حبل ملوك العمل اللي انت السنه موجوده فيه. مسلسل فيه ضحكه الحقيقه فيه مواقف مضحكه فيه مواقف محلاها محلاها ضامر ضامر انا شفت معناتها ما تفرجش من الاول للاخر ولكن قاعده نتابع معناها حتى في ردود افعال الناس وكله قاعده نشوف في حلقات برشا مواقف محليهم محليكم بالحق تشكيله عجبتني انا بيرسونيلمون وحسب ما قاعده نشوف اذا في الناس شو تكتب خاطر بعد فما ناس يكتبوا يقولوا يا اخي ما شفتوش راهو فما مسلسل اسمه حبل ملوك راهو محليه خاطر الناس اللي هيت ممكن في ثلاثه مسلسلات الحرقه وفندو وبراء ونساو فما عمل اخر يوم ينجموا يتفرجوا فيه. وعلى فكره حبل ملوك سيتي غوتخيز السيري كوريه اي مش كورية تركية تركية لا 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 على تراك كورية من كوريا ترجموها لتراك ولا تراك ومن بعد خذوها داكوغ معناها اقتبستها فاتن لا لا هي كورية على كورية في الاصل خاطر انا شفت الفيرسيون التركي الحقيقة التركية كورية معناها انجاز الفاتن انه تبارك الله عليه اللي هي ممثلة زادة محترفة خيلانساز وكذلك زوجة المخرج في ان واحد هي زوجة نصر الدين ان شاء الله بيانيهم بهالمناسبة نحب نقول لهم عيدهم مبروك ان شاء الله وكل عام هما حابين بخير ونحب نقول نصر الدين نحبك خاطر اعطاني فرصة ومساحة اطول كبيرة اكبر من معناها من في المسلسل هذا باش انا نجمت نخدم اكثر وذكرتني حتى في ايامي نتاع نجوم الليل خاطر انا دوما زوج مسلسلات اللي ظهرت فيهم في مساحة كبيرة الحمد لله دونك وفقنا بقيه النجوم اللي معانا انا ما نحبهاش كلمه نجوم خاطر احنا ما عندناش سيستم بما انه ما عندناش صناعه ما نجموش نحكيو على نجوميه نجم على صناعه النجوم على قدنا نجوم على قدنا مثال نجوم على قدنا نجوم رمضانيه يعني معايا فنانين نحبهم ممثلين قادرين كبار كما مدام نور الدين جمال مداني فتحي المسلماني معانا زاد شادي العرفاوي وتشكيله تطول وجوه جديده فاتن اوسي هي خدمه في الجزائر مع زوجها في تونس اول مره يشوفها الجمهور محليها الوليد اللي مثل ولدي هيثم هيثم العويني صبروشتي دونك بالحق ونشبت علاقه بيناتنا توا حتى على الفيسبوك ولا يشاورني في حاجاته ويعيط لي ماما لا محليه فما التناغم شفناه معناه هو احكي لي هيثم قال لي فما برشا معناها تناغم وضحكه وسمباتي في الكوليس اللي انعكس وشفناه في المشاهد وشفناه في المسلسل وهذه الحاجه الباهيه الكواليس كانت ياسر مزيانه نتاع المسلسل بالضبط كانت ياسر مزيانه ممكن نشوفوا نجوى ميلاد في دور مغاير علي كما قلت انت الناس قاعده التصوير العالقه في اذهانهم هو مسلسل نجوم الليل اكد دور نتاع المراه فما نعود لهواي زيده الهديه نجوى ميلاد زيده وما اخرى ام تونسيه امراه تونسيه احكي لي على لو كوتي هذا اللي في نجوى ميلاد اللي هو موجود وانا نعرفه خاطر شفنا بعضنا في الدنيا دونك نعرف قديش انت مريحه وقديش صاحبه جو وقديش ولكن علاش في الادوار ما فهمت اسمي وين شفناه اي فوالا خاطر الكوميك هو حتى في نجوم الليل كان فما الجانب الكوميدي اما كانت الصعب اكثر وتكرر كان صعيبه الشر مطبوع على البيرسوناج في مدام نزيها ما عندهاش شر هي عندها كل الحماس والمحبه لولدها العمياء اللي ولدها يعلى ولا يعلى عليه بعد ربي سبحانه عندها كان ولدها حتى راجلها مولا بيتا اللي هو سبب في وجود ابنها وهو اللي واكل فيها ويشرب فيها وقايم بها و كيما تقول هي مي 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 قدام ولدها ليلي والمرأة التونسية دي موجوده موجوده شفتوا لي عندهم ولد واحد ولايد واحد
واحد ولا يجلس تكرر عاد احنا يقول لك تكرر وتكرر وحيدي وانت عندك عادة انت هكيكة وانا عندي انا ام وتكرر واحد وحيدي الدنيا ربي فضله لك ربي فضله لك ربي فضله لك دونك باش نرجع للمسلسل اللي هو صارت له سانسور وكان في الجزائر وقطعوه من البث تقريبا جمعه كامله وبعد الجمعه هذيك وبعد الجمعه هذيك رجع ولكن رجع وفما مشاهد اتقصت اللي هما ممكن شافوها انها ما تتعداش في التلفزيون لا 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 ما تقص حتى مشهد انا حاضره حتى شيء ما تقص انا تصورت انا تصورت فما مشاهد باش تتقص ما تقص حتى مشهد حتى مشهد حتى هما احترزوا كل بلاد وطالها وكل بلاد وطبيعتها هما راهو انه المشهد نتاع شادي العرفي اللي هو في الحلقه الثالثه وهما دايوغ اي سو مانيفيستي من الحلقه الثامنه دونك في التاسعه تذكروا الحلقه الثالثه وقالوا راهي الحلقه الثالثه اباحيه وكانت ياسر قاسي الحكم وفيها ايحاءات جنسيه اللي برشا المشهد كلاسيكي جدا موجود في سجل بيع انتاجات العالم السكرتيره والعرف نتاعها دونك حكايه فارغه فهمت سوف كو فما ما نعرفش شنو هي المشكله في تزابل هاي كان تاعهم منعوه جمعة فاحنا قناة حنا بالو على فكرة يتعدى في نسمة راهو نسمة خذيتهم الحلقة الخامسة بربي استناني طب احنا ديما بخمسة حلقات بربي خاطر انا اللي في بالي بي ما نعرفش انت قاعد تفرج في حنا بالو في نسمة ولا في النهار باش نفهم لا لا انا نتفرج في حنا بالو في حنا بالو في حنا بالو مدام نجوى ما تقصش اي في 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 قناة حنا بالو ما تقصوش المشاهد قعد كيف ما هو في قناة اي ها باش نقول لك في قناة النهار غادي وين تفما مشاهد بعض المشاهد يتقصوا تنحاو كيما كيما نتاع الراقص اللي فما فما شطحه جو كخوا نتاع راقص تنحات في الـ في الـ في الـ يمكن دونك اللي وصلني معناها معلومات في بالي بها انه في قناه النهار خاطر الجمهور والشعب الجزائري والمشاهد الجزائري بصفه عامه فقصوا بعض المقاطع وبعض المشاهد من يمكن اما في حنا بعل ما تنحاش يمكن حتى في حنا بعل انا نحكي على مشاهدي انا خاطرنا كي حضرنا نحكي على المشاهد اللي حاضرة فيهم لا ما في باليش تقصوا ما تقصوش مشهد الرقص انا مش حاضرة في التوناج دونك ما شفتوش دايوغ ينجم يكون تقص زيدا لا لا في حنا بعل ما تنحاش لا لا في حنا بعل ما تنحاش ما تنحش اي في حنا بعلي اي اي دونك فوالا دونك خويا من كل بلاد وطالها هما هكاك يخموا دونك هما للجهه منتزه زيدا من حقهم باش يتصرفوا في البرودوي نتاعهم اما والله بنحب نقول لك معناها المشاهد الكل ما فما حتى مشهد لا اخلاقي والحكم كان قاسي علينا من الشعب الجزائري فما بعض الصفحات ما خلت ما قالت فينا دونك اما احنا تقبلناها على خاطر كل بلاد وكل بلاد وحكاياتها يعطيك الصحه وكل وكل بلاد وحكاياتها دونك فوالا المعجبين هذوما لي فان هذوما قاعدين يتعدوا انا قدامي في الثقافه خاطر جيت نشوف عارف اي بيه بيه فما حاجه انا زاد فما مره ممثل تزيري تعدى معانا يظهر لي يوسف على حسب ما نتذكر السحيري اللي هو بطل في مسلسل فوندو وجبت على الموضوع هذا نتاع السانسور نتاع فقال هو زاد ضد ماهوش معاه انه لانه هو عمل ابداعي في نهايه الامر سي دي لا فيكسيون معناها ما يجيش اليوم نقصوا حاجات والدراما يحصلوا فيها كل شيء معناها انا الدراما عندي مشكله مع الكتيبه مع الطرح الباقي الكل ما يهمنيش الباقي الكل اللي ما يتقبلش فما فلسه ينزل عليها ويبدل انا قنوات العالم موجوده اما بالنسبه لي الكتيبه هي اللي تقلقني الطرح هنا يقلقني هكا في مسلسلات السنه اللي شفناهم في شنو المسلسل اللي هكا امبريسيوني بي تقول محلاه ومحلى خدمته محلى السيناريو نتاعو هما كلهم ما مش خايبين حتى براءة ما هوش خايب هني قلت لك طريقة الطرح معناها السنتيز والانتي سنتيز انا يقلقني اما كلهم حتى الحرقة حرقة سنية حل عليه بوكو داكس لدرجة انه الحكاية الام ضاعت ايما ايما تقنيا و كيف كيف نفس المشكل كتيبه المشكل كتيبه معناك تحلي انت اللاكس نتاع الزبله حشيك الفوادى الفضليه هذاك وحده يجي مسلسل وحده يجي مسلسل اسمه سنيل اللاكس نتاع البولي فركس في ولده تحل ياسر ودخلنا في دوتخو اكس ودخلنا في حكايته معناها كل حكايه تدخل لك في دوتخو اكس اللي لزاكس هذوك الكل كي تجي باش تلم تلقى تنجمش تلم على خاطر يمكن الكتيبه مزروبه من السنس عماد حكيم الدين يكتب في عقله والا على خاطر هذيك هو الكتيبه والا فما عندي فما مشكل معايا انا سني مشكلتي في الكتيبه في الطرح في الحكايات فهمت ديما يجينا على غفله على خاطر رمضان رانو نكتب رانيه انا نعرف ديغنيست ما بنكتبش انا ممثله اكا يظهر لي رمضان كل عام يجينا على غفله
ما نفيقوش بيه. أي ما في بيناش بيه الوقت يجي. والله تعرف علاش؟ حتى هي المفروض رمضان يوم الجمعة الجاية، المفروض لون دو ماما يبداو الناس يخموا في العام الجاي. القنوات والمنتجين واحنا ديما احنا راهو حابب نقعد فينا 15 فيفري نصور. معناها أكثر مسلسل قعدنا نصور 15 فيفري. معناها في كيما احنا والفندق قعدنا نصور. دونك مشكلة خاطر نبداو مخر مشكل. تولي تبلفت وتولي تنحي مشاهد وتولي تنحي فينيش وتولي وتولي وتولي. مع اليو يبان تاع الانتاج احنا منتجين كلهم على قدهم ماهمش ناسك اللي فريمون والانتاج من المنتج ديما يبدا يحسب ولا غالب هذيك مش خاطر هو خسر با لي خاطر الظروف هذيك هي تحكم. دونك تولي برشا حاجات تنقص نحي هذه نحي هذه فيها مصروف ليه نحي المشهد هذيك فيه مصروف اعملوا هكا فهمت شنو يدخلوا في الشيء هذاك والممثل هو اللي ديما يدفع الفاتوره من ابداعه ومن شخصيته اللي رسمها ومن الحلمه اللي معاه روحه حتى احنا ما نحلموش قدام معاه روحه يبدا يحلم باش يساتيسفي لو بوبليك يلقى روحه هكا الحلمه بدات طولها 20 سنتي ما يكمل المسلسل كان طولها سنتي فك سنتي هذيك يلزم يعمل كل شيء ويلزم الجمهور يتعدى كل محلاه. هنا نحكيو زاد على عمل ولا خلينا نقولوا دراما وانا قلتها في الـ في الـ في البدايه نصر الدين السهيلي واليوم الجزائر والدراما في الجزائر يقولوا ما قبل عبد نصر الدين وما بعد نصر الدين بالضبط اي خاطر خلى اعمال اليوم الناس والعمل درجه كبيره درجه كبيره اي صحيح كيفاش تشوف انت هل كيفاش تشوف اي لا لا سو كيفغي هي الجزائر قايمه على مخرجينا لسعد الوسطيتي يخدم في الجزائر مديح بالعيد يخدم برشا في الجزائر عندنا برشا توانسه خوينا كالمخرجين الصغيرات ولي جان خدموا برشا في الجزائر عندنا خالد بوزيد خدم برشا في الجزائر مسرح وتكوين صغيرات دونك الجزائريين عندهم ثقه كبيره في المبدع التونسي وفي الابداع التونسي دونك هذاك علاش عندنا تجي وكمل الحق نصر الدين اما نصر الدين عمل الفارق نصر الدين عمل الفارق يمكن خاطر نصر الدين إلي تخي فينيون وخاطر على باز هو سي ان كوميديان ان تخي بون كوميديان وهو ممثل كبير دونك الممثل الكبير كي ينتقل ودرس الإخراج معناتها خمسة كيكة دونك ينجم يعمل ديريكسيون داكتور اللي بيطول كل من العاكيت ومن لي موفمون اللي موجودين في حرب ملوك نصر الدين هو اللي عمل لونتخينمون ما جابش كوتشينغ نصر الدين هو اللي كوتشينا قبل السيانس يقول هاو ماذا بيا نراها هكا وكان أنت تهدي له حكاية أخرى ومزيانة يشريها عليك هو يبيع لنا نشريه وإحنا نبيعوا له عنده مساحة نقاش مع الممثل اللي مقابله وهذاك اللي يخليه ينجح فهمت ماهوش أناني ماهوش هكا المخرج اللي أعمل لي هكا وأسقط وش يهمك فهمت يمكن زاد يمكن زاد نصر الدين لقى قدره لقى قيمته في الجزائر أكيد هذه ما تجربة هي باهي تجربة مزيكا كبيرة بيان سيغ لقى قدره على خاطر هاني قلت لك هي مازالت الجزائر ما تزخرش بكفاءات كبيرة إن شاء الله يا ربي مع أنهم عندهم مبدعين في المسرح نعرفهم وعندهم ناس مي الله غالب دونك احنا ديما أون بوزوان دو لوتر في العوالم العربية نتاعنا أما نصر الدين أثبت معناها في الجزائر حتى في تونس وفيلم بوتليس أو الفيلم ليه اللي أنا خدمت بطولته معاه معناها عمل ضجة كبيرة في العالم خذا جوائز فوق 30 جائزة فيلم مرو صبر كيف كيف فيلم الشقواق معناها حتى الافلام القصيره والطويله اللي خدمها نالت اعجاب الناس خدم في فيلم مع اخراج حبيب المستيري مازال فيلم جديد مازال كيطلع اسمه المتشابهون ابدع في التمثيل ابدع تعرف انه زا ايمو بهتنا نهار تفرجنا فيه وخدم دور راجل كبير وخدم في نفس الفيلم وخدم في عمره معناها نصر دي سي ان كرياتور في البيرسوناج في كي يخدم ممثل سي ان كران كرياتور في الاخراج عينه كبيره اليوم عندنا مبدعين نجم نحكيو على ابداع عندنا مبدعين اي عندنا وتونس تزخر هذايا مالا مازال ما خفيه كان اعظم عندنا برشا مبدعين محليهم وعندنا برشا كتاب يكتبوا محليهم وعن خي مازلت ما جاتهمش الحظ الله غالب الحظ مقتصر على ذو الماكينه هذيك الماكينه الاعلاميه اللي تساند ناس وما تساندش ناس وماكينه اعلاميه تستدعى عبيد وما تستدعاش عبيد والماكينه الاعلاميه هي المهمه برشا وماكينه الانتاج حتى في المسرح انا نعاني فيها انا مسرحيتي ما في بالي للرجال بركه معناها عامله بزه في العالم وين نمشي ناخذ بها جوائز وفي تونس مازالت ما خدتش حظها في رمضان نشوفوا العباد تعرض في دور الثقافه الكل بتاع الجمهوريه والساقط والمهديه وانا نقول انا ويني شبيني انا مانيش نعرض علاش ما يطلبونيش المندوبين على خاطر ما عنديش علاقات على خاطر ماكينتي الاعلاميه صغيره
دونك فهمت. والحياه في تنشوا خاطر نعمل في مسرح اخر مانيش نعمل في الكاكاكا كيكي قهو فهمت. دونك الحياه في تنشوا نصر الدين اختار باش يكون من من الناس المبدعين الملتزمين بخدمتهم وبأعمالهم بطريقة الاختيار نتاع النص و و و و و وخلافه. فما عمل آخر زاد يتبث على قناة الحوار التونسي مدام نجوى واللي فيه زاد كيف كيف توانسة وفيه بطولة جزائرية. أي. فوندو. أناهو. فوندو. أي. تبعت شيء من الكل قاعدة نتفرج. أي نتفرج. شنو رأيك في فوندو ما بين واحد واثنين؟ أي. لا لا ما هني قلت لك فما مشكله في الكتيبه فوندو معناها ديجا النهايه هو قتل وشو ما تنجمش تعمل كل شيء الدم والقتل والحباله والانسيست وال 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 والامومه والابوه والحبس والكونترا وكل فرد مسلسل اون بو فير انت لاحظ المسلسلات المصريه يشدوا اكس واحد يخرجوا منه ديزانيكس اما كلهم يرجعوا في اللاكس هذاك ليزانيكس ليزانيكس نحكي معناها المجاوره كيما احنا نقولوا حقوق التاليف والحقوق المجاوره المجاوره ليزانيكس المجاوره باش تدعم لاكس انيسيال ما يخرجوش عليه هاكا فما بيت الشده وفما فما في مسلسل اخر محلي اسمه ذل لبناني مصري سوري فما فهمت معناها ناس كي تمشي في حكايه تمشي فيها جوسكو بو حكي تخرج لها ديزانيكس خرج لها ديزانيكس يعودوا عليها عليها هي بالفايدة ويخرجوا منها يخرجوا منها ويرجعوا لها احنا ليه احنا يخرجوا من لاقص ويمشوا في اقص يخلوا لاقص هذيك يخرجوا منه اقص لين انت الزية ايه انا قلت لك البارح معناها في 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 براءة باتت وهكا عاملة كنت وحدة في جي وحدي راني في الدار وفندق كيف كيف هاو اخته هاو ما صاحبته هاو كانت صاحب خوها بعد صاحبها وبعد راجلها والاخرى هي قبلت تستنى سترو سترو على المشاهد سترو اون بو با تو ديغ في حلقه في حلقه ولا شيء شيء في اون كومبري البارح اخر حلقه حطت فيها كل شيء ليه ومحليهم هما ما زعمهم فك الحل اللي يخليوك محلوله للجزء الثالث ولا الثاني براءة خاطر خليه محلول باش يعمل اثنين وفوندو خليته محلول باش يعمل ثلاثة زعما باش يعمل فما ثلاثة لا انا متأكدة بعد هذا الكل فما ثلاثة لما فما ثلاثة باش يعملوا كحويجة شبالة مدام نجوى كنا فرحانين برشا بمصافحتك الليله وفي كل مره الحقيقه تكون معنا نفرحوا برشا بصراحتك وبكلامك قداش محلي كيف نسمعوك نحبوا نشوفوك جوستومون انت قلت على مسرحيه الرجال بركه فما ديدات ممكن جايين بعد رمضان خلي رمضان على جنب والله لا انا تعب بعد غدوه نبدا في السبيطار عندي عمليه جراحيه لطف عليك نعملها لطف عليك على ساقي ومن بعد ان شاء الله لما يستراح وان شاء الله باش نشوف نشوف نقدم دوسيتها للمندوبين في المهرجان الصيفي نحب نتكرم بشويه عروض ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك وباللطف عليك ان شاء الله وان شاء الله لاباس وان شاء الله الجوائز خليك كيما خذيتهم من برا تاخذهم في تونس في بلادك ان شاء الله رمضان مبروك وان شاء الله عيدنا مبروك وان شاء الله يميتنا كلها حب وان شاء الله ربي يجلي هالغمه على هالبلاد امين يا ربي كل الحب مدام نجوى يعيشك الى اللقاء جو فوزام بوكو احنا زاده ميرسي باي باي على خير.